أدخلنا الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإنها خير وصية أوصى بها نبي قومه ورسول أمته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم اجعلنا من المتقين يا رب. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر شعار نزين به الأعياد، الله أكبر شعار صنعنا به الأمجاد، الله أكبر نبدأ به الأذان، الله أكبر نبدأ به الصلاة، الله أكبر أول ما يسمع المولود نؤذن في أذنه اليمنى، الله أكبر عندما تموت، الله أكبر عندما نذبح الذبيحة، بسم الله الله أكبر. هل فهمنا ما معنى الله أكبر؟ أول شيء أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، يا أيها المدثر قم فأنذر. أول أمر وثيابك فطهر ولربك وربك فكبر. أول أمر قبل الصلاة، قبل الزكاة، قبل الحج، قبل الأوامر كلها التي تعرفونها، التكبير من أول ما أمر به الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر ولا أكبر سواه. هذا هو التوحيد، حق الله على العبيد، الله أكبر ولا أكبر سواه، لا معبود بحق إلا إياه. الله أكبر من الطغاة، الله أكبر من المحرمات، الله أكبر من جميع متاع الدنيا والشهوات. هذا هو معنى الله أكبر، وإذا عرفت معنى الله أكبر في حياتك ستعرفها إن شاء الله عندما مات. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد. أعيادنا نبدأها بالصلاة بالله أكبر. أعيادنا مرتبطة بأركان من أهم من أعظم أركان ديننا الخمس. قبل يعني بضعة أيام احتفلنا بعيد الفطر، وكان خاتمة ركن من أركان الدين الخمس اللي هو الصيام. فالأعياد مع العبادة، الفرق بين الأعياد ديننا والأعياد دينهم هو هذا. عيدنا الفطر تتويج جائزة للصيام وللقيام، عيدنا الأضحى تتويج جائزة للحج. والبارح أو قبل البارحة كانوا في جبل عرفات، يعني شعبة غبرة الله عز وجل يباهي بهم الملائكة. أعيادنا ربانية، أعيادنا دينية، أعيادنا تعبدية، أعيادنا كذلك إنسانية اجتماعية. عيد الفطر تتويج لعبادة وركن الصيام، فيه زكاة الفطر، كانت تفكر الفقراء بالزكاة بالصدقات بالكفارات. عيد الأضحى تتويج لركن الحج، كذلك نتفكر في إخواننا المحتاجين والفقراء.